صباح الخير، صباح الحيوية والنشاط والشباب الدائم. زي ما عملنا مع بعض تأمل لطاقة القمر، النهاردة هنعمل تأمل لطاقة الشمس عشان يحصل عندنا توازن. طاقة الشمس هي طاقة الحياة، طاقة الحيوية والنشاط والعزيمة والإرادة والشباب الدائم. فقط اجلسوا جلسة مريحة بعيدة عن المقاطعات، عمودكم الفقري مستقيم ورجليكم لمس الأرض. وإنه استقبال طاقة النور الذهبي من الشمس، الطاقة الإلهية المتجلية في نور الشمس. وجه انتباهكم لشاكرا التاج، تخيلوا النور الذهبي المضيء بيسقط على شاكرا التاج، بيملأ الدماغ، الفص الأيمن والأيسر، وبيعمل توازن بينهم. اسمح للنور الذهبي إنه يملأ جميع الشاكرات. وشك، الوجه بالكامل مضيء بالنور الذهبي. الرقبة، الصدر من الأمام ومن الخلف، والذراعين بيشعوا بالنور الذهبي المضيء. البطن من الأمام ومن الخلف، الحوض والجدر. تخيلوا العمود الفقري مليء بالنور الذهبي. بينزل للحوض، الفخذين، مفاصل الرجل، القدمين. النور الذهبي المضيء بيملأ الجسد. اسمحوا للنور الذهبي المضيء، نور الشمس، انه يطهر جسدكم، يحرر كل المشاعر المكبوتة في القلب والعقل، بيزيل كل البلوكات من الشاكرات. تناغموا مع ضوء الشمس، مع الخضرة، مع طاقة الهرم. انقل وعيك وتركيزك إلى باطن القدمين. تجذروا مع أمنا الأرض. تخيلوا جذور من نور بتطلع من باطن القدمين وبتربطكوا بالأرض عشان تزيد قوتكم وثقتكم بنفسكم وإيمانكم بقدراتكم. نطلب من أمنا الأرض إنها توازن طاقتنا، إنها تسحب الطاقة الفائضة عن طريق الشهيق والزفير، وتمدنا بطاقة الدعم والوفرة والأمان والاستقرار والثبات على الأرض. أثناء الشهيق الأرض بتسحب الطاقة الفائضة، وأثناء الزفير بترجع لنا طاقة جديدة، طاقة حب مطلق.
نشكر أمنا الأرض، نشكر نور السماوات والأرض، نشكر جسدنا، ناخد نفس عميق ونطلعه بقوة، ونشعر بطاقة الامتنان. تحياتي هبة سعيد.